حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، منصوب على أنه مفعول مطلق أو على أنه حال، ينتزعه من الناس، وفي رواية من العباد، ولكن يقبض العلم، لم يقل ولكن يقبضه بالضمير، أظهر العلم مرة أخرى لشرف هذا العلم، وهو علم النبوة، علم الكتاب والسنة، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء.